حضرت. أنا سعيدة بالتجربة الجديدة اللي فيها تلقائية وفيها دهشة، اللي هي مختلفة عن باقي الميديا، سواء سينما أو تلفزيون أو مسرح أو إذاعة. كل ميديا ليها أدواتها، ده الأداة الوحيدة أو الأداة الرئيسية في الفطرية والتلقائية. مشاركة دولية ده دليل أهمية الحدث، ما هوش حدث عادي جايز. الأعمال اللي متقدمة ما هيش أعمال ترقى للمستوى اللي احنا بنطمح له، لكن مع الوقت الفكرة نفسها هتلاقي قبول عند مواهب شابة عندهم أفكار مجنونة. والفن إيه غير جنون؟ أنا بصور حاليا مسلسل الأب الروحي، إخراج الأستاذ بيتر ميمي، تأليف الأستاذ هاني سرحان، بطولة كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الأستاذ محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، أحمد فاروق فلوكس، مجموعة كبيرة جدا وإنتاج ضخم. حضرت أقوى موقع فني في مصر.